تبتدي تذاكر وتبتدي تحصل. بعد كده 4، حل كل يوم مسائل بالورقة والقلم، حدد حد أدنى، ذاكر كل يوم مادة أو 2 ساعة أو 2. أهم حاجة في الكلية المذاكرة بالورقة والقلم، لأن المذاكرة الشفهية مش حاجة، ولازم تحدد حد أدنى لمذاكرتك اليومية أو الأسبوعية، يعني مثلا 5 مسائل كل يوم أو 6 مسائل لمادتين أو 3، يعني المسألة يعني المادتين كل مادة 3 مسائل في اليوم، يبقى أنت بتتكلم في 6 مسائل في اليوم، ده حد أدنى، وتذاكر مادة أو 2 في اليوم، ويوم الأجازة الأسبوعية بتاعك تحصل فيه اللي أنت ذاكرته طول الأسبوع، بحيث يبقى المذاكرة منظمة. طبعا ممكن تقولي ان انا مش هقدر كده خلاص برضو، او مش هقدر يعني اجاري الدكتور في المذاكره، الدكتور هيبقى سابقني، مفيش مشكله.